نعلق على الكبسة. عندي معلقة زيت ومعلقة سمنة، أحورهم. عندي بصلاية بيضة أدبلها، وجايب نص كيلو جمبري بقشره وشلت كيس الرمل يا عم حسني، وجايب نص كيلو رز بسماتي كمان، تعالى اما انقعه في الميه لمده ربع ساعه. يا جمالك يا حسني. وانا بدبل البصلايه بتاعه الكبسه، اعلق على التومايه بتاعه الجندفلي، معلقه زيت ومعلقه زبده او سمنه مع بعض. اروح جايه مديه معلقه من الثوم المفروم، تلون عندي معلقه الثوم المفروم، احط لها اول ما تلون كده قرن فلفل حار وشويه كاري، واحورهم مع بعض، الكاري مع الثوم مع الفلفل الحار، واجهز الميه السخنه اللي بتغلي بتاعه الجندوفلي وبتاعت كمان ايه يا عم حسن الكبسه. البصل بقى شفاف كده، اروح جايبه نص معلقه ثوم وادبلها. البصلايه بعد ما دبلت حطيت عليها الجمبري بتاعي اللي انا منضفه كويس جدا جدا. بعد ما لون كده بديله فلفل رومي مكعبات، لون عندي حطيت فلفل الوان. تعالى بقى التركه الثانيه، بحط لها ليمونتين ناشفين، واتبلها شويه ملح، شوية فلفل، شوية بهار كبسة سمك، وشوية كاري. خد بالك من التركة اهو، وادخل كل ده مع بعضه، وعندي المية السخنة اللي بتغلي. تعالى هنا احط كمية من المية تقضي النص كيلو رز، مرتين وربع اهو قدامك كده اهو، واظبطها كده، واسيب الجمبري يستوي، عشان بعد ما يستوي هقشره واسقي الرز ده بالشوربه دي، الشوربه اللي انا صفيت منها كل حاجه، واتبله شويه ملح تاني، وشويه من الفلفل، وشويه كزبره خضراء، واروح جايبه الجمبري اللي انا قشرته واضيفه تاني عليه يا حسني يا جمالك، واظبطه واسيبه يختم. وبعد ما يختم اهدي النار للنص، عشان شويه كبسه بالجمبري يا تركاتك يا حركاتك يا عم حسني. أغطي عليها.